كما نعلم ملف المختطفين والمغيبين ملف يبدو ظاهرا أمني قانوني عدلي أو لكن هو بالنتيجة ربما ملف طائفي. سياسي بامتياز، طائفي نعم، طيب ومرتبط بمشاريع إقليمية ودولية أيضا. لكن هذا الملف هو بالعراق ملف سياسي بامتياز، بحيث أنه الحكومة، يعني جميعنا يذكر أن الكاظمي عندما جاء في منتصف العام الماضي وتشكيل حكومته ووعد بفتح هذا الملف وعمل لجان وحتى استقبل بعض أهالي المختطفين والمغيبين قسرا، وقال أن هذه اللجان لديها مطلق الصلاحية لطرق جميع الأبواب وفتح السجون السرية في العراق. ولكن كل هذا كان يعني لحد الآن ما يثبت أنه هو كان كلام يعني هواء في شبك، يعني لم تطبق أي إجراءات، وجميع اللجان التي شكلت سواء من المفوضية حقوق الإنسان أو من وزارة العدل أو اللجان الحكومية كلها باءت إلى الفشل. طيب. وحتى أن لم يصل إلى قاعدة بيانات موحدة لجميع العراق في وضع أسماء هؤلاء المغيبين وهؤلاء المختطفين قسرا، مع العلم أن الجميع يعلم من هي الجهة التي اختطفتهم. يعني في العراق هذا التناقض لا نجده في دول أخرى، الجميع يعلم من هي الجهة التي تقف وراء عدم فتح هذا الملف، ومن هي الجهات التي ترفض التعاون مع الجهات الحكومية حتى لو كانت نواياها صادقة، ومن هي وأيضا مكان الاختلاف. يعني هناك أماكن في العراق مقفولة على جهات معينة، لا يستطيع العراقي مهما بلغ حتى رئيس الوزراء لا يستطيع الذهاب والتحقيق هناك، مع العلم هي منطقة على أراض عراقية. وهناك تحدي أنه في بعض الناشطين، في بعض المحللين، في بعض الكتاب، وأنا منهم، تحدينا رئيس الوزراء أن يذهب مثلا إلى جرف الصخر، وهذا التحدي ما زال رئيس خارج. الوزراء الحالي أم السابق؟ الحالي والسابق، ويمكن راح يجي. طيب.